طبعا يأتي تنظيم بطولة مسندم الأولى لكرة القدم الشاطئية ضمن خطة تشغيلية للجنة تطوير كرة القدم بمسندم، وهي تهدف طبعا إلى تعريف المنطقة بكرة القدم الشاطئية كونها لها أنظمة أخرى تختلف عن كرة القدم في المعشب طبعا، وهي باكورة انطلاق للفعاليات مثل هذه الفعاليات في المناطق البقية. طبعا نشكر الاتحاد العماني لكرة القدم على دعمهم الكبير والمتواصل لنجد التطوير، وطبعا حدث فعاليات كثيرة في المحافظة من خلال هذه الكرة الدورة وأخرى وغيرها من الدورات. نتمنى التوفيق للجميع. التقط مباراة واحدة من أمام خصب ألف قصيد كرة طالت مع أمام الجميع وإلى خليفة سليمان. خليفة يا السلام إلى مدح نعمهم في الصدارة إلى الضغية الأولى على مستوى السلطنة خاطئ بقى نعم خطأ الآن أو رمية تماس يلعب يلعب خصب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر الاتحاد أو اللجنة المنظمة لهذه الدورة، حقيقة كنا محتاجين نفس هذه البطولات، فالحمد لله حسينا في المحافظة في تنشيط في كرة بدأت تلعب أو في نشاط المجتمع بدأ يتحرك شوي، فنطمح إن شاء الله هالأشياء تتواصل معانا إن شاء الله، وشاكرين لهم على هالتنظيم الجيد يعني، ونتمنى إن شاء الله تستمر هالبطولات وهالأنشطة إن شاء الله. لخصب ألف وأحمد سعيد حارس مدحة وليد يا السلام. اختتمت بطولة مسندم الشاطئية الأولى والتي أقيمت على هذا الشاطئ الجميل بولاية بوخة، والتي افتتحت مساء أمس وتنافس فيها خمس فرق، هم فريق خصب ألف وفريق خصب باء، فريق بوخة، فريق دبا، وفريق مدحة. وبهذه المناسبة يسر الاتحاد العماني لكرة القدم ولجنة تطوير الكرة بمسندم أن تتقدم بشكرها الجزيل لكل الجهات المشاركة والتي ساهمت بنجاح هذه البطولة، وتخص بالشكر مجالس إدارات الأندية بالمحافظة، شرطة عمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة محافظة مسندم، مركز شرطة بوخة، المديرية العامة للخدمات الصحية بمسندم، مستشفى بوخة، مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمسندم، حكام البطولة ومعلق البطولة المتألق يونس الكمزاري. والآن ندعو سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد بن مالك الشحي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوخة راعي الحفل، وبمعية الفاضل محمد بن سالم الشحي عضو الاتحاد العماني لكرة القدم والأفاضل أعضاء اللجنة لمنصة التكريم. كأس البطولة للفريق الفائز بالمركز الأول.
البحرين. I'm going to go to the hospital.